مساء الخير جميعا، يعطيكم ألف عافية يا رب. إن شاء الله الكل يكون بأحسن حال اليوم، و I hope إنه the first lecture كانت هيك خفيفة لذيذة. أول شيء مدخل للأنتيبيوتكس والإنفكشوس ديزيزز. I hope إنه you skimmed through the slides اللي بعت لكم إياها عن طريق الإخوة بال NAMS. And you went through the questions. وهلا نحن حنبلش بالquestions أول شيء. We will make it as interactive as possible. صراحة أنا كتير انبسطت بالفيدباك اللي إجت الحمد لله من أول session. وإن شاء الله يعني we hope إنه to have more and more participants, more and more members. ومش بس بالعدد، كمان بالquality of presence, active presence. يعني نسأل أسئلة on the spot. جاوبوا on the spot وهيك تعطوا comments أو feedback always. فلحنبلش هلا نحن ب بداية بال self-assessment questions part 1 اللي هو طبعا نحن بعد كل part هلا إن شاء الله بكره كمان مثل ما عملنا ب session تبع يوم الأحد، يوم الاثنين الصبح بعثنا لكم السلايدز تبع يوم الاحد بالليل. سو كمان بكره ان شاء الله ببعث لكم السلايدز مع سيلف اسسمنت كويستشنز لبارت 2، اوكي؟ اند ذيس از هاو وي بروسيد. طيب. سو بدي حدا يتطوع منكم الموجودين ويقرا السؤال، مع اللي يفتحوا المايكروفون ويقرا السؤال ومع الاوبشنز ويخبرني او تخبرني شو what do you think is the right answer and why. يلا مين حابب يتطوع؟ بس نقرا السؤال ونقرا الاوبشنز. في حدا حابب يقراهم معنا؟ نعم تفضل. مين معي؟ نعم الو. روسيا درويش، اهلا. ناخذ Chest a correct assessment. Region of the white blood cells (YBC) contact under the frame. تمام. Okay. أي. كمل ولا دكتور؟ لا كمل كمل، أنا عم بسمعك، الكل عم يسمعك. أي. YBC connect تفضل. معنى اي 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 سي شنو معناتها؟ شو هي اي دي 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 اختيار دي شنو معنى إيه؟ يعني ما تفهم معناتها. طيب هلا بدك نجي يعني نحللهم واحد واحد، شو رايك بالاي، صح او لا؟ اي اعتقد ما يعني واي بي سي هو يمكن يسبب انفكشن بس. اوكي ال 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 شو هو الاي بيقول انه الوايت بلاد سيل از يوجوالي اليفيتد ان ريسبونس تو انفكشن، يعني بيكون مرتفع لما بيكون في عندنا انفكشن. تمام، هذا بيكون ال يعني هذه الستيت هاي يصير ايه، فهذه صح او غلط؟ صح صح مظبوط. اذا الخيار سي الوايت بلاد سيل كاونت از نون سبيسيفيك اند كان بي اليفيتد ان ريسبونس تو ا نمبر اوف نون انفكشوس ايجنت، يعني الكريات البيض منا بس ما هي بس بترتفع بالامراض الجرثوميه ولكن بترتفع كمان بامراض ثانيه منا جرثوميه، صح او لا؟ والله الدكتور ما اعرف هاي بالضبط يعني ما مشكله. فنحن قلنا هذيك المره مزبوط، سو عندنا سودا
I think yes. عم تقول صح إذا ماني مغربت أنا. إيه عم تقول صح. ففعلاً نحن قلنا الكريات البيض بيرتفعوا مش بس بالأمراض الجرثومية أو الالتهابات، كمان بأمراض تانية مثل ممكن مرات السرطان، ممكن مرات أدوية ترفعهم مثل الكورتيكوستيرويد، ممكن مرات أمراض مناعية، يعني كتير في أشياء. طيب فإذا هيدي صح. دي النيوتروفيلز هاي اللي كنت عم تفضل دكتور. دكتور امراض الكلى يعني التهابات الكلى هم يرتفع الكريات البيضاء، هذا يدل على تحاليل اذا وجود التهابات ايه امراض الكلى ممكن يرتفع صح ما دكتور يعني ممكن يرتفع اي شيء ممكن يكون الجسم محتاج يحاربه وهيك ممكن يرتفع في الكريات البيض. هلا الجواب دي اللي انت كنت عم تسالني عنه نيوتروفيلز، احنا قلنا بالمره الماضيه قلنا عندنا كثير انواع، يعني شيء 4-5 انواع للكريات البيض، بس اكثر شيء بيرتفع به الانفكشن بالهيدا يعني بالانفكشن هو شو نيوتروفيلز احنا قلنا، وهم اصلا هم اكثر شيء نحن قلنا في عندنا نيوتروفيلز، في عندنا ليمفوسايتس، في عندنا بيزوفيلز، في عندنا مونوسايت صح. وقلنا كل وحده وين بترتفع بالامراض البكتيريه، امراض الفنجل انفكشن، الفطريه، امراض كذا. هون كمان عندنا النيوتروفيلز ترتفع، هي اصلا اكبر عدد من الكريات البيض بالدم، وكمان لما بصير في انفكشن امراض جرثوميه كمان بترتفع النيوتروفيلز، هي اكثر شيء بالبكتيريا صح. فاذا هذا الجواب صح تمام. فاذا نحن هون الجواب الصحيح هو شو؟ اي مزبوط 100% صح. A و C و D. طيب برافو عليكم. طيب السؤال اللي بعده، choose the correct statement. Choose the correct statement. Okay. Choose the correct statement regarding the identification of potential pathogens. طيب اول شيء عفوا يلا هلا يلا رح اكمل. هلا نحن انا رح بصير بقرا لكم الاوبشنز وانتم بتقولوا لي هيدي صح او غلط. اوكي طيب اول شيء the gram stain may provide a presumptive diagnosis and they identify whether the pathogen is gram positive or gram negative and the bacillus or coccus. يعني الجرام ستين نحن بتعطينا مثل تشخيص مبدئي اوكي، وهي بتساعدنا تقلنا هيدا جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف، ولا هيدي على شكل رودز مثل يعني هيك خيوط او على شكل كرات. هذا صح او غلط؟ ترو مزبوط مثل ما قالت رقية ميزة. اوكي بعدين الكالتشرز كان بروفايد definitive pathogen identification and differentiate the organism on the basis of biochemical characteristics more rapid than molecular based. هل الكالتشرز هم اسرع من المولكيولر بيست اللي حكينا عنهم بعدين انه rapid diagnostic tests RDT، ولا RDT اسرع؟ اوكي مزبوط برافو عليكم. اذا هي خطا مزبوط. بعدين لانه قلنا الار دي تي المولكيولر بيست بتكون اسرع بكثير، يعني من دقائق واقصى شيء ساعات فيو اورز بس، بينما الكلتشرز اقل وحده بتاخذ لها يوم يومين، هي اليورين كلتشر. بعدين في عندنا مال دي تي او اف ام اس، هي ما حكينا عنها نحن المره الماضيه بشكل هيك سبيسيفيك، ولكن كانت من ضمن التيبل اللي عطيتكم اياه بسلايد لحاله. بقى
هون عم تقول can rapidly speciate most microbes on the basis of genetic markers. شو رأيكم؟ تمام، فعم تقوله false 100%. إذن هي false فعلا، هي false. ليش 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 طبعا هي false؟ لأنه إذا بترجعوا على التابل اللي موجود هون مثل ما ملاحظين، هي التكنولوجي بتستعمل mass spectrometry و ionization وهيك، منا PCR، منا nucleic acid مثل ما شايفين هون. لو كانت nucleic acid معناته هي genetic. اوكي، فاذا هذا غلط والصح شو رح يكون؟ A. مزبوط. السؤال الثالث: important considerations when selecting empiric antimicrobial therapy include which of the following? Prior antimicrobial use. شو رأيكم؟ نحتاجها لما بدنا نختار الريجيمن تبعنا الأدوية الانتيبيوتيك؟ نحتاج إذا نسأل البيشنت إذا أخذ prior antibiotic قبل؟ تمام رقية. أوكي. Okay, perfect. الشيء الثاني: site of infection and the organisms most likely present. هل sorry okay عفوا رجعت معكم. فنحن هلا لما بيكون في عنا السايت اوف انفكشن نحن بنحتاجه، صح؟ لما بيكون في عنا بدنا نعرف هل هي ووند، هل هي يورين، هل هي سي ان اس، صح؟ هل هي مثلا بون انفكشن كذا، هذا كله بنحتاجه 100%. والاورجانيزم ممكن تكون موجوده هناك. هل بنحتاج نعرف عند البيشنت شو كان في عنده infections قبل او colonizations قبل؟ شو في عنده اشياء بالكلتشر طالعه قبل؟ بيرفكت، برافو عليكم. فاذا يس نحتاج، اذا الجواب هو all of the above. بيرفكت. طيب السؤال اللي بعده، هذا يمكن معظمكم لاحظت، انا الاخوه يعني بعثوا لي انه شو اجوبتكم كانت معظمها يعني، فهذا معظمكم شوي لقى في صعوبه وانا معكم يعني، تعالوا نحلله سوا. وجه following groups of physical exam findings and laboratory values is suggestive of an infection. طيب يعني مين من هدول بيقول لنا انه نحن في عندنا infection؟ تمام. على فكره بس بدي اقول لكم يعني هون 11 ب 10 اس 3 يعني 10 تكعيب، ما بتقولوا يعني هي 11 ب 1000 11000. اوكي، مش 11 ب 103 بس لانه بالباوربوينت لازم الواحد يطلعها لفوق ال 3. مهم، اول واحد مين بيقول اول واحد صح؟ مين بيقول اي؟ في حدا بيقول انه اي هو الصح؟ يعني لما بتكون التمبريتشر 98.9 وايت بلاد سيل وبانز. طيب قبل ما نقول مين من هدول الصح، اوكي خلينا نفكر سوا، التمبريتشر قد ايه بدها تكون عاليه يعني، ولما تكون هاي، لما يكون في عندنا فيفر قد ايه الرقم بده يكون يعني ابوف ويتش فهرنهايت فينا نقول انه البيشنت عنده فيفر مثل ما حكينا last time. perfect رقية. so okay نحن عم نحكي كفهرنهايت هلا، ما عم نحكي كدرجة مئوية، درجة فهرنهايت اللي عم تقولي سمية وميثا عم تحكوا انتوا على الدرجة المئوية وصح يعني مش غلط. هو طبعا نحن اكثر من 37، لا مثل ما حكينا هنا اكثر من 37 اورالي او
سبعة أو 37.5 ريكتالي أو 36.5 أكزيلري. أوكي هيك بنقول في عنا فيفر. بس مثل ما قالت رقية أكثر من 98.6 فهرنهايت في عنا فيفر. فنحن هلأ اتفقنا إذا لازم يعني كتير شيء مهم إنه يكون أكثر من 98.6 صح؟ فاين. الشيء الثاني الوايت بلاد سيل لازم تكون أعلى من كم لحتى نقول في عنا إنفكشن كعدد؟ مية بالمية أعلى من 11,000 تمام نور. أوكي الباندز الباندز شو هم الباندز؟ مين ممكن يذكرنا شو هم الباندز؟ حكينا عنهم ليفت شيفت تذكروا حكينا ليفت شيفت شو هم الباندز؟ immature cells perfect رقية. So الباندز هم immature cells. So نحن قلنا عادة الباندز بيكونوا قلال ما لازم يكونوا كتار بالدم يعني من 0 ل 5% لانه اماتشور وهم ما حيشتغلوا وظيفتهم مضبوط ب يعني مقاتله الانفكشنز تمام هنا ولكن ومين هم اللي بيكونوا الماتشور سميناهم سيجز او يعني هذا اختصار سيجمنتد اللي هم الماتشور وايت بلاد سيل هذول اللي لازم يكونوا كتار 100% نور صح هذول هم اللي لازم يكونوا كتار هلا لما تعلى البانس عن 5% اوكي عن 5% تعلى البانس يعني عم بيصير في عندنا ليفت شيفت عم بيصير في هاير بانس ولس سيكس لس ماتشور هيدا ماشي طيب فاذا هيدا ثالث شيء اذا تمبرتشر مور ذان 98.6 وايت بلاد سيل اكثر من 11000 وبانس أكثر من 5% ماشي؟ طيب هلأ بعد ما حكينا هدول كلهم يلا هلأ بعتقد صار فيكم أنتوا عرفتوا شو هو الجواب A ولا B ولا C ولا D نور عم تقول C أوكي بيرفكت فعلا C طب هلأ بتقولوا لي طب ليه C التمبرتشر is normal صح؟ بس تذكروا تماما وانا قلت لكم مو دائما الانسان اللي بيجي عنده انفكشن المريض بيكون عنده فيفر ممكن يكون كبير بالعمر ممكن يكون اخذ ادويه بالبيت مثل اسيتامينوفين باراسيتامول ايبوبروفين هدول المضادات الالتهاب كذا عم تغطي الفيفر صح او كورتيكوستيرويد او شيء فمش دائما اي حدا بيكون هي عنده فيفر ف كرمال هيك سي هو الجواب الاقرب للصح تمام Perfect. آخر سؤال. Which of the following statement regarding synergy and combination antimicrobial therapy is true? The combination of any two antimicrobials will always result in synergistic effects. مين بقول صح؟ أو غلط؟ شو رأيكم؟ False. نور بتقول فولس مريم اوكي يعني كلكم عم تقولوا فولس مو دائما صح 100% هنا اذا الكومبينيشن ممكن تعطي سينرجيستك مثل ما قلنا يعني ممكن يكون 1 زائد 1 يساوي اكثر من 2 ممكن تكون 3 10 مليون على حسب وممكن مرات تكون جست اديتيف افكت اديتيف يعني 1 زائد 1 يساوي 2 وبتعرفوا انه مرات بتكون اوكي antagonistic effect مرات في antibiotic بتعارض 100% هنا هذا اللي قلتي هو تعريف synergistic صح بس مرات في combination بتكون بدون قصد بعارضوا بعض يعني they compete on the same mechanism of action وبصيروا بعارضوا بعض واحد بيلغي أثر الثاني لهالدرجة يعني فإذا ممكن تكون antagonistic ممكن تكون additive just 1 زائد 1 يساوي 2 او ممكن يكون اكثر من 2 اللي هو synergy اذا مش دائما طيب اذا غلط 2 ممكن نستخدمها
أنتيدوت ممكن بس يعني هذا بشكل نظري هنا عرفتي يعني هذا بشكل نظري بس على حسب شو هو الأنتيبيوتيك وهيك ويعني على حسب قدي هي الميكانيزم اللي هي الأنتاجونيستيك سريعة يعني مرات نحن لما بدنا نختار أنتيدوت دائما بحالات التسمم لازم يكون مش بس بعاكس تأثيره لازم يكون بعاكس تأثيره بعاكس تأثيره بشكل سريع كتير لأنه هي بحالة التسمم يكون حالة كتير خطيرة. طيب بس فكرة يعني كمان جيدة أكيد كتير. طيب B there is a strong evidence to support synergistic combination for the treatment of gram-negative bacilli in all infectious diseases. يعني هون عم بقولوا إنه بكل الأمراض الجرثومية لما يكون عندنا gram-negative ومن نوع الباسيلاي هاي الخيوط دائما بيكون في عنا synergistic combination صح أو غلط؟ نحن حكينا هيك last time false تمام false 100% نور يعني ما حكينا أبدا في عنا strong evidence اللي بيدعم هاي المقول. طيب see an example of synergy is the addition of aminoglycoside to a penicillin in the treatment of enterococcal endocarditis. حدا بتذكر شو هي الاندوكارديتس؟ التهاب القلب مزبوط التهاب جزء معين من القلب بالغشاء وهيك 100% تمام مريم ومثل ما قلتوا it's true صح حكينا وحكينا كيف بيكون هالسينرجستيك إيفكت حدا بيتذكر كيف كان هالسينرجستيك إيفكت between aminoglycoside and penicillin وقتا نحنا قلنا انه الaminoglycoside they do not cover enterococcal لانه enterococcal هي gram positive بس شو كان دور الaminoglycoside بس اوكي الaminoglycoside شو بتعمل كانت يسهل وصول البنسلين صح وبتكون بشكل كتير سريع 100% يعني بتقتل بشكل أسرع وبتسهل وصول البنسلين البنسلين بطيء شوي بيرفكت برافو عليكم فإذا الجواب الصح هو C طيب هلا رح نبلش بمحاضرة اليوم أوكي نحن هلا لما بكون في عنا مريض في عنده أمراض جرثومية تمام عطينا العلاج واتفقنا كيف نعطيه وعلى أي أساس نحن ما حكينا لسه antibiotics إيه نحن ما حكينا لسه antibiotics ولكن هلأ عم نشوف يعني بس الأسس بشكل عام للطبيب إن شاء الله أنت كلكم رح تصيروا أطباء بالمستقبل القريب فالأسس للطبيب لازم تطلع عليها على مرضاكم لحتى شو اسمه لحتى يعني تكونوا شخصتوا مزبوط عالجتوا مزبوط ومش بس عالجتوا وتركتوا للمريض لا كمان تابعتوا هذا الشيء كمان أسوأ تابعتوا استجابة المريض أوكي اللي بس اللي كتب ما بعرف بالغلط لما بدنا نطلع على استجابة المريض للعلاج بدنا نطلع على عدة شغلات وأول شغلة منهم هي الكلتشر and sensitivity reports تمام؟ بدنا نطلع على الكلتشر صح؟ لأنه نحن قلنا بدنا نبلش بشيء اسمه empiric therapy مزبوط هل empiric therapy اللي هي العلاج المبدئي إذا بدكم نسميه إيه؟ هذا اللي حيكون كتير برود إلا مش هو الشيء اللي نحن بدنا إياه لأنه نحن لسه مكون ما بنعرف شو هي الإكزاكت مايكرو أورجانيزم بس عم نتوقع شو ممكن يكون وعم نعطي على حسب توقعاتنا على حسب دراساتنا عم نعطي الشيء اللي بغطيهم تمام؟ فإذا كيف بدنا نحاول انه نقلل هذا الشيء السبكتروم تبعهم
عن طريق الكلتشر. So لما تطلع الكلتشر بتقول لنا هذا البيشنت عنده هيدا الميكرو اورجانيزم وهيدي السنسيتيفيتي. مثلا هيدا الميكرو اورجانيزم خلينا نقول البكتيريا ستافيلوكوكس اوريوس هي سنسيتيف لهذا الانتيبيوتيك لهذا الانتيبيوتيك لهذا الانتيبيوتيك وريزيستنت لهيدا 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 صح. هلا هون بقى لما نراجعهم بنقول خلص لو كنا عطينه شي 2 3 انتيبيوتيك بنوقفهم كلهم او بنوقف اللي ما في داعي وبنخلي واحد بس بيغطي الاورجانيزم اللي البيشنت عنده اياها. بس دقيقة شوي خليكم معي عفوا. اوكي طيب اوكي رجعنا اوكي للسكرين. طيب فهلا نحن اذا اول شيء بدنا نطلع على الكلتشر والكلتشر ريبورت اوكي. فهلا رح ناخذ cases later on. هلا بنهاية السيشن بكرة ببعت لكم cases وبتشوفوا كيف انه بيكون patient بلشنا له empiric مثل العلاج المبدئي اوكي. بعدين بعد ما طلعت الكلتشر رح اعطيكم مايكرو اورجانيزمز وكمان انتيبيوتيك antibiotic to which هل مايكرو اورجانيزم هي سنسيتيف او ريزيستنت. وبيزد على هيدا الشيء انتم رح تختاروا بتقولوا مثلا كنا مبلشينه على 2 رح نوقف الاثنين ونختار واحد ذا ناروست سبيكتروم. مثلا واحد بغطي it will cover gram positive gram negative anaerobic وكذا واتيبيكال. ليش ما في داعي بنخلي بس واحد antibiotic اللي هو بغطي only المايكرو اورجانيزم اللي in place the safest and cheapest وان ناروست سبيكتروم مفهوم. هي مهمه كثير. بعدين لو كان في عندنا ان ايروبس سسبكتد حتى لو ما طلعوا بالكلتشر بنخلي الانتي انا ايروبيك ثيرابي تمام. خلوها ببالكم عاده الكلتشر لل ان ايروبيك تمام بتطول كتير مرات ما بتطلع مع انه البيشنت ممكن يكون عنده انايروبيك وما عم يتحسن بالانتيبيوتيك ما بتطلع. فمشان هيك دائما الكفرج فور انايروبيك اذا بلشنا فيها and we are suspecting anaerobic اوكي اورجانيزم خلوها حتى لو ما طلعت بالكلتشر اوكي. الشيء الثاني اذا بدنا نطلع على الكلتشر بدنا نطلع على الوايت بلاد سيل صح ولا لا. بدنا نشوفه عم ينزل هذا لو كان عالي بالبدايه. في some patient ما بيكون عالي اوكي. بعدين التمبرتشر بدها تنزل. الفيزيكال سيمبتومز بدها تتحسن. الابيتايت بدها تتحسن. راديولوجيك امبروفمنت كان لاج بيهايند امبروفمنت كلينيكال امبروفمنت. خذوها قاعده دائما انه الصور الشعاعيه تتاخر شوي. تخيلوا انه بالنمونيا التهاب الرئه الانفكشن ايه ممكن صورة الاكس راي للصدر اوكي ممكن تاخد شهر كامل لتتحسن مع انه بتشوفوا البيشنت الوايت بلاد سيل نزلت ما عاد عليه حرارة ما في حرارة عالية تحسن كل شيء شهيته كذا كله تحسن. ولكن هيدي خلص بنوقف الانتيبيوتيك كل شيء ونحن لازم نعرف قاعدة انه الاكس راي بتطول شوي لحتى هاي ماشي الحال. حتى هذا الشيء بنلاقيه مثلا ب لما يكون في عندنا فور اكزامبل مثلا انفكشنز بالبونز فور اكزامبل اوكي. طيب ديتيرمينيشن اوف ذا سيروم ليفلز اوف انتي مايكروبلز كان بي يوزفول ان انشورينج الاوتكمز بريفنتيف اوكي. خلوا بالكم في سام انتيبايوتكس هلا حنشوف واحد منهم اليوم وفي كتير next time هو بيحتاجوا actually نتابع لهم الليفل تبعهم مستواهم بالدم. في شيء اسمه trough level وفي شيء اسمه peak level هلا حنشوف الفرق بيناتهم
اوكي طيب ليش هذا الشيء مهم؟ الليفلز ومثل ما قلت لكم مشكل الانتيبيوتيك سام اوف ذم لانه الليفل تبع الانتيبيوتيك صراحه هو كثير مهم ببعض الانتيبيوتيك مهم ليش؟ لانه بيعبر لنا عن الافيكاسي وعن السيفتي اوكي انه هذا الدواء رح يكون رح يكون افكتيف وبنفس الوقت رح يكون سيف از ويل اوكي ومشان هيك بيكون في عنا سبيسيفيك رينج لهيدا الموضوع. طيب هلا دائما دائما خلي ببالنا كثير بنحب البيشنت يضلوا يعني الالتيميت جول تبعنا هو الاورال نخليهم على حبوب مش ادويه بالوريد او ادويه بالعضل. ليش؟ شو هو السبب؟ اول شيء انه اللي لما 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 ياخذوا شيء بالحب يعني اورالي اوكي ممكن رح يكون ارخص cheaper اوكي رح يكون less يعني سايد افكتس من لما يكون اي في تمام. ليش؟ لانه اي في يعني عم بدكم تعطوه بالوريد ممكن يعمل التهابات يعني بالوريد نفسه بمكان الدخول وهيك تمام. رح يكون يعني بده اقل شغل من النيرسز ووقت تحضير اي في. يعني خلينا نقول الانتيبيوتيك كان باودر بدها تحضره وبدها تحضره وبدها تذوبه صح بعدين بدها تحطه بالسيروم وتعطيه للبيشنت بالوريد صح بالاي في. فكرمال هيك الاورال شو بس بتطلع الحبه بتعطيها للمريض يلا تفضل خدها مع كاسه مي وخلص. شايفين كيف؟ فكل هذا الشيء احسن. فاذا كيف بدنا نحول البيشنت في حال كان على اي في كيف بدنا نحوله لاورالي؟ بدنا نشوف على هالكرايتيريا هدول الاربعه لازم كلهم يكونوا موجودين. لو وحده منهم مش موجوده ما فينا نحوله على اورال. ماشي خلوها ببالكم لازم يكون عن جنرال عم يتحسن بشكل سريري كل الاعراض تحسنت. لازم يكون ما عاد في عنده فيفر. لازم يكون الوايت بلاد سيل كاونت نزل. لازم يكون الجي اي تراكت الامعاء والمعده بيقدر ياكل الشهيه تحسنت بيقدر ياكل بيقدر نعطيه اورا. ماشي خلوا ببالكم انه هدول الانتيبيوتكس اوكي في مصطلح اسمه بايو افيلابيليتي. بتعرفوا شو هو البايو افيلابيليتي؟ حدا سمعان في شيء اسمه البايو افيلابيليتي؟ سوري لما نقول نحن بايو افيلابيليتي هذا الشيء معناته انه لما نعطي دواء اورالي بده يروح بالجي اي تراكت صح ومن الجي اي تراكت وين بده يروح على الدم صح. بس قبل ما يروح الدم رح نخسر منه شوي بالمعده بالستومك اسيد بحمض المعده رح نخسر منه شوي بالكبد كمان. الكبد بيعمل ميتابوليزم مزبوط او لا؟ بيعمل ميتابوليزم. رح نخسر منه شوي كمان يعني بكل هالمناطق هاي او لو في عنا انزيمز بالجاي تراكت نخسر منه. فخلينا نقول اعطينا 500 ملي جرام من انتيبيوتيك وصل منه 250 على الدم بعد كل هالobstacles أو الطرق أو المعوقات اللي مرق فيها. قديش يعني البيو availability بتكون؟ مش عم بقدر شوف أنا الشات سوري زي شوي. أوكي مش الحال كتير منيح. البيو availability 250 إذا مزبوط يعني 250 هم اللي وصلوا 100% برافو نور السمية. 250 هم اللي وصلوا من أصل 500 تمام من اصل ال 500. ف 50% هي البايو افيلابيليتي. البايو افيلابيليتي هي الدوز اللي وصلت عن طريق الاورال. هلا طبعا هون عم بسط لكم اياها شوي انه اورال بس ممكن نحسبها لما نعطيه اي ام بالعضل ممكن نحسبها لما نعطيه سب كيو مثلا تحت الجلد وهيك اي شيء غير الاي في نحسب له بايو افيلابيليتي. فالدوز اللي وصلت على الدم نقسمها على الدوز اللي كنا اللي اعطيناها من الاول
هاي بيطلع. سو 250 على 500 بيطلع 50%. 50% بايو افيلابيلتي، ماشي؟ هذا هو مفهوم البايو افيلابيلتي، خلوا ببالكم. الاي في قديش البايو افيلابيلتي برايكم بتكون؟ 100%. برافو فاطمه، صح صح، لانه على طول عم نكبه بالبلد، على طول عم بيروح على البلد، فكل اللي عم تعطي الدوز الاوريجينال دوز عم توصل للبلد. اكسلنت. فهون عم نقلكم انه الاكسلنت اورال بايو افيلابيلتي مين في عنا؟ يعني عنا السيبروفلوكسسين عنده 80% بايو افيلابيلتي which is very good. كليندامايسين عنده كمان 100%. دوكسيسايكلين، ليفوفلوكسسين 100%. مترونيدازول، موكسيفلوكسسين، لينازول. سو كل هدول خليهم ببالكم عندهم very good بايو افيلابيلتي، اقل شيء 80 وبنوصل ل 100%. شو معناته؟ يعني هدول لما بتعطوهم اورال بتغمضوا عينيكم خلص، يعني البايو افيلابيلتي منيحه والافكاسي منيح. طيب كيف ممكن لما نعطي نحن انتي مايكروبيال ثيرابي كيف ممكن تفشل هالانتي مايكروبيال ثيرابي؟ بيكون في عنا عده اسباب. طبعا نحن كيف يعني how do we define a failure? Patients who fail to respond over 2 to 3 days require a thorough re-evaluation. Okay. يعني دايما خلوها ببالكم قاعدة يا شباب يا صبايا، دايما لما تعطوا antibiotic بالمستشفى أو بالعيادة وبتقولوا للمريض روح على البيت، عطوه مجال يومين، 48 ساعة ل 72 ساعة ماكسيموم. ما تحسن بعد يومين، لا هون بقى اقوله لا في مشكله عندنا. يمكن في عندنا عده اسباب. واحد منهم انه ما تكون اصلا انفكشوس، ما تكون مرض جرثومي وما تكون بكتيري اصلا. يمكن يكون اسباب ثانيه، وحكينا انه ممكن يكون في عندنا فيفر لاسباب ثانيه، يكون في عندنا ارتفاع وايت بلود سيل لاسباب ثانيه وهيك. فاذا هي اول شيء فكروا فيه. فكروا كمان لو فرضنا لا انه هي انفكشن وكل شيء، طب شو ممكن يكون السبب؟ ممكن يكون له علاقة ب كتير منيح. سمية عم تقول وكمان إذا كان في دواء يأخذه المريض مضاد لعمل هذا العلاج. برافو برافو عليكم. يعني سمية أنت عم تقولي يعني ممكن يكون في عنا دراج دراج انتراكشن، يعني هو ممكن يكون المريض عم يأخذ دواء بالبيت أنتم ما بتعرفوا فيه إيه وهو عم ياخده عم يعمل دراج دراج انتراكشن عم بيقلل من فعالية الانتيبيوتيك. بيرفكت. مشان هيك دور الصيدلي ودور الطبيب نسأل دائما المريض شو أدويتك اللي عم تاخدها. طيب مثل ما قالت نهاد كمان التزام المريض كتير مهم. يعني التزام المريض هذا بنسميه medication adherence. خلينا نقول نحن قلنا له خد هذا الدواء مرتين باليوم بعد الأكل، ما عم ياخده بعد الأكل، عم ياخده قبل الأكل مثلا. اوكي قلنا له مثلا افصلوا عن مشتقات الحليب لانه ببطل يصير في امتصاص للدم، لا عم ياخذوا مع مشتقات الحليب. تمام. هي التزام المريض عم تحكي عليه نهاد. نور عم تقول ريزيستنس، مزبوط بيرفكت. ممكن يكون نحن ما طلعنا على الكلتشر، او ممكن يكون ما طلبنا كلتشر اصلا وهي مشكله. ممكن ما بنعرف شو عم نعالج، عم نعطي انتيبيوتيك طب بركي البكتيريا ريزيستنت له وما عم يتحسن. فمثل الأسباب كلها اللي ذكرتوها ممتازة وفعلاً بنشوفها بالكلينيكال براكتس. سو نحن رح نصنفهم على drug selection, host factors and organisms. طيب لما نقول نحن في عنا failure caused by drug selection، ممكن يكون في عنا inappropriate drug selection من الأول اللي هو هذا الشيء اللي قلناه resistance، او ممكن يكون ما في ريزيستنس بس الدوز اللي اعطيناها ما منا كافيه لهيدي الانفكشن، ما عملت جود تيشو بنتريشن، او الراوت اوف ادمنستريشن ما كان منيح مثلا لهيدا البيشنت. ليتس سي اعطيناه شيء اورالي بس هو عنده مرض بالامعاء ما عم بيخليه يمتص الادويه بشكل صح ونحن ما سالنا البيشنت. تمام. فكمان ما كان افكتيف. سب ثيرابيوتيك، شو يعني سب ثيرابيوتيك؟ يعني تحت الشيء العلاجي. سب ثيرابيوتيك
concentration ممكن يجي هذا الشيء اللي كنا عم نقوله سوء امتصاص بسبب انه في عنده مرض بالامعاء او بالمعده ومثال عليه شورت باول سيندروم انه في عنده قصر بالامعاء اوكي فهذا الشيء بيخلي انه ما عم يمتص الهي بشكل مزبوط الدواء دراج دراج انتراكشن هذا الشيء اللي حكينا كمان قبل شوي اوكي ومثل ما قلنا مثلا فلوروكوينولونز ما بصير تعطيها مع شيء مشتقات حليب او حديد او شيء اللي هم المالتي فالنت كاتيونز بلس 2 بلس 3 هدول حديد كالسيوم مغنيسيوم كذا هدول كلهم بيعملوا اتحاد مع الفلوروكوينولون بقلب المعده او الامعاء وبيبطل يمتص او ما عندنا جود بينتريشن للسايت اوف انفكشن ما بيروحوا على السي ان اس على الاي على البروستيت سو قد ما عم نعطي قد ما علينا الدوز ما عم يوصل الدواء ما عم يوصل الدواء هذا الشيء كثير مهم كمان ننتبه له ممكن الفيلر يكون باي ذا هوست فاكتورز يعني اذا كان البيشنت عنده مشكله بالمناعه فور اكزامبل اميون سبريست وبالتالي اتذكروا الانتيبيوتيك مش هم الكيور لحالهم الجسم لازم يعالج الانفكشن بحد ذاته نحن عم نعطي الانتيبيوتيك مش هي العلاج السحري لحاله 100% لا هي عم تساعد الجهاز المناعي فلو البيشن كتير اميون سبريس يمكن ما عم ياخد انفه الشيء الثاني the need for surgical drainage اوكي تذكروا دائما يا جماعه انه في انفكشنز ما بكفي انه نعطي انتيبيوتيك في شيء اسمه خليني اكتب لكم اياها ليه شوي اوكي في شيء اسمه source control هذا شيء كثير مهم تذكروا in two types of infections ب ال bone infections skin infections واخر شيء intra abdominal infections source control مهم بهدول طبعا في اشياء تانية بس هدول اكثر شيء شو يعني سورس كنترول يعني انت اعطيت انتيبيوتكس ماشي بس انت في عندك جرح في عندك ووند بالسكن ما عم تنظفه ما عم تغطيه بشكل مزبوط رح تضل تجي بكتيريا قد ما عم تعطي رح تضل عم يتلوث الجرح تمام انت عندك شيء التهاب بالعظم مثلا اذا انت ما قطعت يعني مرات اللي عندهم مرض سكري وبكون poorly controlled بتعرفوا مرات بيقطعوا لهم رجلهم صح يعني لحتى اذا كان عنده التهاب شديد كثير بالجلد وصل للعظم بيعملوا amputation leg amputation هذا اسمه source control او مثلا انترا ابدومينال اذا ما عملت عمليه وشلت شيء معين infected tissue سو هذا الشيء كثير مهم كمان انه نطلع عليه بهدول التايب اوف انفكشنز في السورس كنترول مع الانتيبيوتيك مهم كثير واخر شيء المايكرو اورجانيزمز اوكي المايكرو اورجانيزمز ممكن مرات ريزيستنس اللي هي اللي حكينا عنها كمان نور حكت انه ممكن يكون في عندنا ريزيستنس والريزيستنس ممكن تكون يعني انترنزيك شيء هي مخلوقه في البكتيريا ريزيستنت مثلا الفانكومايسين اصلا ما بيقدر يفوت على الجرام نيجاتيف هيك يعني هيك باي نيتشر مثلا في شيء اسمه اكوايرد ريزيستنس مثلا اوكي يعني هي بتصير بقى هم بيكونوا سنسيتيف بس مع الزمن ومع سوء استخدام الانتيبيوتيك وهذا الشيء اللي بدنا نحكي عنه هلا وبدنا نحط ايدينا بايدين بعض كفارماسيست وكفيزيشن انه كيف نمنع سوء استعمال انتيبيوتكس اوكي على الاقل بمحيط عيالنا عائلاتنا كمان وهيك ايه بصيروا هن they develop mechanisms of resistance for example هيدا اللي هو alteration بالtarget size بالtarget site عفوا عنا change in the membrane permeability ببطل يقدر يفوت الانتيبيوتيك بصيروا بفوت بس بيطلعوه هاي بنسميها efflux pump
او مثلا drug inactivation بفوت بس شو بكس يعني بيجيبوا انزيمز بكسروا الانتيبيوتيك جوا they inactivate they kill the antibiotic. وهون عطيتكم example. هذا عنده اي سؤال على هيدي النقطة قبل ما ننتقل على اللي بعدها؟ طيب بيرفكت. ننتقل هلا على الانتي مايكروبيال ستيوردشيب. اوكي انتي مايكروبيال ستيوردشيب ما بعرف اذا حدا منكم سمعان بهذا المفهوم قبل بس هو ريسنت مش ريسنت كثير صراحه بس ريسنت عنا بالدول العربيه. هو المقصود منه انه نحن الهدف الاساسي انه نقلل الريزيستنس ونخلي استعمال الانتيبيوتكس استعمال يعني الترشيد اذا بدكم هذا هو الترشيد في استعمال الانتيبيوتكس. هون نحن بنعمل اوبتمايزيشن للسيلكشن لما نختار انتيبيوتك ما نختاره كثير برود سبيكتروم ولو كان برود سبيكتروم بالاول نرجع نعمل له دي اسكاليشن او ستريم لايننج مثل ما قلنا نجي نعمله نارو سبيكتروم افتر ذا كلتشر. كمان الدوزنج نختار الجرعه لا جرعه اقل ولا جرعه اكبر. الجرعه الاقل والجرعه الاكبر من اللازم بتعملنا ريزيستنس. الراوند اوف ادمنستريشن اولسو ديوريشن اوف ثيرابي كمان كلينيكال كيور يعني هذا كله بيساعد على الفاينل اند ذا التيميت جول اوف كلينيكال كيور اور بريفنشن. اوكي اذا نحن بنشتغل على هدول كانتا مايكروبيال ستيوردشيب على اختيار الانتيبيوتيك على الجرعه على الراوت بنحاول قد ما فينا نعطي اورال ما نعطي بارنترال وكمان على ديوريشن ما نعطي اكثر من اللازم. للاسف في بعض الاطباء او حتى الصيادله كمان بيساعدوا هذا الشيء للاسف انه بيقولوا يلا خذ هالانتيبيوتيك لاسبوعين وهو ما بكون بيحتاج اكثر من 5 ايام. هاي المشكله. فديبندك اون ذا سايت اوف انفكشن وبعدين نحن وبالتالي هون بنوصل كلينيكال كيور بنقلل الريزيستنس ادفيرس دراج ايفنتس والكوست. اوكي من شو مكونه هذا البروجرام او هي الكوميتي؟ اطباء مختصين بالامراض الجرثوميه كلينيكال فارماسيست مختصين بالامراض الجرثوميه مايكروبيولوجيست انفكشن كنترول اوفيسر اللي بيهتموا كثير بال infection control والتعقيم بكثير اماكن بالمستشفى حدا من الاداره وكمان حدا من الاي تي انفورميشن تكنولوجي الكمبيوتر وهيك هذا مهم كلهم مهمين لحتى يساعدوا انه نحن نرشد استخدام الانتيبيوتيك بالمستشفى. عم نحكي بالمستشفى مهم كثير يكون عندنا حدا من الاداره لا يدعم قراراتنا الماليه وكذا وهيك. شو بيشتغلوا الانتيميكروبيال ستيوردشيب؟ بيختاروا الفورمولاري ريستريكشن بيختاروا شو الانتيبيوتيك اللي بدنا تكون موجوده بشكل سهل بين متناول ايدي الاطباء وشو الانتيبيوتكس اللي ما بدنا نخليها بين متناول ايديهم. هي كثير مهمه تذكروها دائما. في انتيبيوتيك كثير برود سبيكتروم بنحاول نخليهم لاست لاين اوكي مشان ما يصير في سوء استخدام. كمان بنعمل education للفيزيشن بنعطيهم فيدباك لإلهم انه انتم عم تعملوا بريسكريبشن وصفات كثير انتيبيوتيك ممكن كل مريض ما عم يحتاج فانتم عم تعطوا اكثر من اللازم. بنعمل دي اسكاليشن ستريم لايننج حكينا عنها اي في تو بي او اورال كونفرجن. طيب هلا القسم الثاني من محاضرتنا حدا عنده اي سؤال قبل ما ننتقل للقسم الثاني؟ هلا بدنا نفوت بالانتيبيوتكس كلاس باي كلاس. بليز وقفوني اذا عندكم اي سؤال. طيب بيرفكت خلينا نكمل اللي كان الكلاسز تو بي كفرد بالانتيبيوتكس.
في عنا هدول اللي احنا will be covering them. اليوم رح نغطي اول واحد بس لانه هيدا the biggest class. لو خلصنا يعني بنكون خلصنا تقريبا 70-80% من الكلاسز. هدول كلهم كتير سهلين بيخلصوا معنا بنص ساعة يعني. بس هذا اليوم يعني it's the biggest class وبيشبهوا بعض بكتير اشياء هلا بتشوفوهم، ولكن هدول من اكثر الانتيبيوتيك اللي حتشوفوهم دايما دايما دايما. تمام؟ عفوا انا عندي سؤال، ممكن اعرف هلا من الموجودين الطلاب بس تكتبوا لي بالتشات انتوا اي سنه هلا بكليه الطب؟ اولى، ثانيه، رابعه، سادسه، خامسه؟ آه ما شاء الله، في عارف. ممتاز ممتاز. في 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 معنا الصيادلة كثير منيح. أنا كنت مفكر بس صراحة لطلاب الطب. طب هذا ممتاز كثير. يعني شوفوا عادة أنا ما بعطي المحاضرات، يعني بحاول إنه مثل ما اتفقت مع الإخوان المسؤولين عن النشاط الله يجزيهم الخير، يعني المحتوى اللي بعطيه لطلاب الصيدلة بكون شوي ديب، يعني فايت أكثر بمعلومات أكثر من المحتوى اللي بعطيه لطلاب الطب. بس بشكل عام هذا يعني أنا هون حاولت تكون بالنص، فالكل حيستفيد إن شاء الله، وهذا الشيء اللي بتمناه. بس أنا مبسوط إنه في عنا من الطب، يعني كمان عنا مختلف، تاني ثالث رابع يعني وسادس كمان عنا، هذا الشيء كتير منيح يعني متنوعين. أوكي يعطيكم العافية، ممتاز كتير. طيب لنكمل. فلح نبلش بالبيتا لاكتام والأذر سيل وان أند ميمبرين أنتي أكتيف أنتيبيوتيك. بكل كلاس رح نحكي عن كلاسيفيكيشن، ميكانيزم اوف اكشن، ريزيستنس. لو كان في يعني هيك اشياء بدي اياكم انتم تتذكروها، لانه يعني حطوا ببالكم شغله، مش كل شيء عم نتعلمه رح تتذكروه بكلينيكال براكتس. اوكي، انا عم حاول اركز لكم على الاشياء اللي حترسخ بذهنكم ان شاء الله لما تكونوا بالمستشفى او بالعياده او شيء، الاشياء العمليه. بس الاشياء الثيوريتيكال بحاول ما اقرب لكم عليها كثير، ايه، لانه بصراحه حتنسوها. تمام، بس الاشياء اللي لازم تضل يعني هي المينيموم مينيموم اللي لازم تضل ببالكم لحتى تو ريتش كوركت اند رايت ديسيشن ليور بيشنتس، هذا الشيء المهم. اوكي طيب، في عندنا شيء اسمه بكتيريوستاتيك فيرسس بكتيريسايدال ايجنتس. حدا بيعرف شو الفرق؟ على الاقل على الاقل من الصوره اللي موجوده عندكم. يعني نحن لما بنعطي دواء، لو ما عم نعطي اي انتيبيوتيك رح يكفي هذا كنترول، يعني هذا بس مايكرو اورجانيزم. شوفوا هون في عندنا نمبر اوف بكتيريا كونسنتريشن، وهون في عنا التايم. مع الوقت إذا ما في أي أنتيبيوتيك عم يعلى، بس إذا في أنتيبيوتيك بكتيريوستاتيك وإذا في أنتيبيوتيك بكتيريسايدل، شو الفرق؟ تمام، مثل ما قالت نور، بيرفكت. أها طيب، هلأ اللي قالته نور صح بشكل عام. ستاتيك يعني انهبيتر، مثل ما شفتوا هون انه يعني بيوقف نمو الجراثيم ولكن لا يقتل الجراثيم، بينما سايدل يعني يقتل الجراثيم. بيرفكت. طيب هلا لا، اللي 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 عم تقوله هنا انه لما يكون عندنا بكتيريسايدل ما نحتاج للجهاز المناعي. 100% اقليم صح، 100%. هلا عم تقولوا هنا انه ما نحتاج للجهاز المناعي اذا كان بكتيريسايدل، انه شيء بيقتل هيدا. مين بوافق هنا ومين ما بوافق هنا؟
واللي ما بيوافق ليش ما بيوافق؟ ممكن تكتبوا، ممكن تفتحوا المايك وتحكوا. إذا بتوافقوا فاين، إذا ما بتوافقوا ليش ما بتوافقوا؟ تمام. نحن تمام سمية، طيب اوكي، ونور كمان. طيب شوفوا، نحن مثل ما قلنا دائما 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 لما عم نعطي انتيبايوتكس دائما بنحتاج الجهاز المناعي، ما فينا نتخلى عنه، ما فينا. It's always important. قد ما كان بكتيريسايدل، قد ما كان قوي، جهاز المناعي مهم دائما، هو الاساس. ولكن عم نعطي هدول انتيبايوتكس لا عم نعطي هالانتيبايوتكس لحتى يساعدوا الجهاز المناعي. هلا قد ما كانوا اقوى كل ما احسن فور شور، بس الجهاز المناعي هو الاساس. مشان هيك قلنا احد اسباب الفشل، او مش الفشل، خلينا نقول بطء بالعلاج، تمام، هو ضعف الجهاز المناعي مثل ما حكينا قبل شوي. تحتاج الصيدة المتحررة ما فهمت الأخ محمود، ما قدرت أفهم الجملة اللي كاتبها عن الأنتيجنز وهيك. هلا ميثا عم تقول إنه we study that we don't need body defense. لا لا لا، دائما الهوست ديفنس سيستم از اولويز ا ماست. تذكروها دائما، الهوست ديفنس سيستم از اولويز ذا بيست اند ذا فيرست لاين. ونحن وي ار باكينج اب، عم ندعمه بهالانتيبايوتكس. تمام، خلوها ببالكم. ماشي، ات نيفر ريبليسز الاميون سيستم، ات نيفر. طيب، ولكن الاميون سيستم لحاله ما حيقدر يقاتل، ولكن هي بس بتدعمها. ميثا في عندك شيء ولا رفع ايدك عندك سؤال او اوكي جريت. طيب فلنكمل. فعرفنا الفرق بيناتهم، وهدول اكزامبل على البكتيريسايد، الاكزامبل على البكتيريوستاتيك. ماشي، في عنا شيء ثاني بدي اياكم تعرفوه كمان، اسمه بالبي كي بي دي باراميترز، كونسنتريشن ديبندنت وتايم ديبندنت. اوكي، الفرق انه نحن لما بنعطي انتيبايوتيك، ماشي، اعطينا انتيبايوتيك، اوكي، شوفوا كيف عم يطلع المستوى بالدم، وهذا الوقت عم يمضي عليه، طلع المستوى، بعدين بلش ينزل 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 ونزل. مين بيتذكر شو هو الام اي سي؟ حكينا عنه المره الماضيه، ام اي سي. تمام، اقل تركيز يقتل البكتيريا، او مظبوط لافندر، يعني اقل يقتل، او مثلا يمنع نمو البكتيريا، لانه هو مينيمم انهيبيتوري مش مينيمم بكتيريسايدل. في شيء اسمه ام بي سي، مش قناه ام بي سي، ام بي سي مينيمم بكتيريسايدل اكتيفيتي. فاقل تركيز يمنع نمو البكتيريا،
إذا بدك لافندر بشكل يعني أدق شوي ماشي، لأنه الشيء اللي حكيتيه صح، بس في عنا شيء اسمه MBC مينيموم بكتيري سايدر، بس نحنا أنا أعطيتكم اللي بيستعملوا أكتر شيء هو MIC ماشي، فيمنع نمو الهي. طيب فعطينا الأنتيبيوتيك، طلع ونزل بعدين حلو كتير، لما طلع هيدي شو اسمها؟ هي اسمها البيك، هي أعلى كونسنتريشن وصل له الأنتيبيوتيك بالدم، بعدين بلش ينزل. هيدا MIC، هيدا اللي شافوه هم بالإنفيترو بالتيوبس، لما شافوه بالتيوبس وهيك قالوا مثلا خلينا نقول أموكسيسيلين، MIC كان على هالبكتيريا المعينة مثلا إشريشي كولاي أوكي، كان عندهم 4 ميلي جرام بير لتر، فال MIC لما نعطي هذا هو بيكون 4 ميلي جرام بير لتر ماشي فاين. هلا لما بيكون بينزل بالدم الكونسنتريشن تحت ال 4 ميلي جرام بير لتر بيكون وقتها الكونسنتريشن نزل تحت ال MIC، نزل تحت ال MIC شو معناته؟ بطل هيدا الدواء افكتيف، بطل هيدا الدواء اللي حيعطي انهيبيشن على البكتيريا اللي موجوده عندنا اوكي. So هذا هو المقصود بهذا الجراف. هلا شو يعني concentration dependent؟ لما نقول concentration dependent يعني هيدا الانتيبيوتيك لحتى يكون effective بدنا نوصل لشيء لراتيو اسمه peak over MIC، يعني كل ما عليت هالراتيو يعني كل ما علي البيك يعني القمة هي اللي بتوصل، كل ما عليت كل ما كان هذا الشيء أحسن أوكي. بمعنى كل ما for example كل ما نعطي جرعة أعلى من هذا الأنتيبيوتيك أوكي ووصل للبيك ماشي عم بيكون الإيفكت أحسن، بغض النظر عطيناها هالجرعة العالية لحتى نوصل للبيك مرة أو مرتين أو ثلاثة، بالعكس يمكن أحسن نعطيه مرة بس نعطي جرعة عالية أحسن ما نعطيه أكثر من مرة بس جرعة أقل، هذا هو المقصود فيها. مشان هيك مثلا بنلاقي انتيبيوتكس مثل فلوروكوينولونز، هلا رح نحكي عنه مش اليوم نيكست تايم ان شاء الله، ليفوفلوكسيسين مثلا هو من الفلوروكوينولون بنعطيه دائما مره باليوم مثلا 500 او 750 ملغ مره باليوم، ليش؟ لانه هو كونسنتريشن ديبندنت، بنقول اعطيه بجرعه عاليه ومره واحده خلص بيوصل للبيك وبتصير البيك اوفر ام اي سي اعلى ما يكون وخلص بتصير إفكتيف. بينما مثلاً لما نحكي على time over MIC، time over MIC هم الكونسنت هم time dependent. شو يعني؟ يعني قديش الوقت اللي قديش الوقت اللي أخذ فيها الأنتيبيوتيك بالدم كان above the MIC، يعني عطينا مثلا أخذ أول نص ساعة وصل أربعة وطلع طلع 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 على 12، رجع بعد شيء أربع خمس ساعات أو 24 ساعة من خلينا نقول مثلا نزل ل 10 6 5 4 منه لهون، قديش الوقت اللي ضل بالدم أربعة فما فوق إيه هون، هذا اللي بنسميه time over MIC. في some antibiotics بهمهم time dependent، بيكونوا قديش الوقت اللي أخذوا فيه over MIC، بغض النظر إن شاء الله وصلوا بس للخمسة أو الستة بس ضلوا over MIC عشر ساعات أحسن من إنه مثلا يوصلوا للعشرين بس يرجعوا ينزلوا على طول تحت الـ MIC بظرف ساعتين. عرفتوا كيف الفرق؟ فهمتوها ولا برجع بعيد الفرق بين concentration dependent و time dependent؟ لأنه هيدا كثير مهم لتعرفوا نحن كيف مثلا بنعطي الدوزز للأنتيبيوتكس later on. It's fine إذا في شيء مش واضح قولولي برجع عيد الكونسبت between concentration dependent و time dependent. تمام نهاد أوكي ممتاز. نحن لما بنعطي انتيبيوتيك
يا أما نحن لما بنعطي أنتيبيوتيك يا أما بيكون بهمنا إنه نوصل لبيك معين لقمة معينة بالكونسنتريشن اللي لهم بالدم. أول ما نعطي بيكون كونسنتريشن زيرو، بيعلى 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 يلي يلي يوصل ماشي. هلا بهمنا إنه نوصل لهالبيك المعين، أوكي؟ بدأ ما وصلنا له خلص إن شاء الله قعد ساعتين ورجع نزل ما عنا مشكلة، بس المهم إنه يوصل لهالبيك. إذا هو بيعتمد على الكونسنتريشن، الإفكاسي تبع هذا الأنتيبيوتيك اللي هو كونسنتريشن ديبندنت بيعتمد على الكونسنتريشن. تذكروا دائما إنه الام اي سي هي ثابتة صح؟ يعني ام اي سي مثلا ليفوفلوكسسين نوع من الفلوروكوينولون نوع من الأنتيبيوتيك، خليني أقول ام اي سي على سبيسيفيك بكتيريا هي مثلا 5 ملي جرام بير لتر، أوكي؟ مثلا ام اي سي ما بتتغير، بس شو اللي بيتغير؟ البيك. طب على شو هو اللي بيغير البيك؟ هي الدوز. لما بنعطي دوز اعلى مره واحده باليوم بيكون احسن، لو نعطي اعلى بنوصل للبيك بشكل اسرع وخلص صارت عاليه البيك. الام اي سي ثابته يعني الريشيو طلعت، وما دام الريشيو هي النسبه والتناسب طلعت صارت قيمتها اعلى، وبالتالي وصلنا لشيء احسن. ماشي الحال؟ بينما التايم اوفر ام اي سي، اوكي، نحن لما نعطي الانتيبيوتيك هون ما بهمنا قديش وصلت عالي، بس بهمنا انه تضل اوفر ام اي سي، تضل الوقت يعني يضل بالدم هذا الدواء اوفر ام اي سي، يضل بالدم لاكبر فتره ممكن اوفر ام اي سي. طب كيف برايكم ممكن نعملها؟ لما بنعطي وان تايم الانتيبيوتيك ولا لما نعطي مالتيبل تايمز الانتيبيوتيك؟ شو رايكم؟ مالتيبل تايمز. برافو عليكم، برافو عليكم، مالتيبل تايمز. لانه لما بنعطي مالتيبل تايمز تخيلوا معي بيطلع ما بيلحق ينزل بنرجع بنعطي دوز، ما بيلحق ينزل بنرجع بنعطي دوز، ما بيلحق ينزل تحت الام اي سي بنرجع بنعطي دوز. وما بنعطي دوز عاليه، لا بنعطي دوز قليله عشان ما نعمل توكسيسيتي كمان. يعني تذكروا كمان هون شايفين هذا الخط اللي فوق، هذا الخط اللي فوق هو المينيموم توكسيك كونسنتريشن ام تي سي، مينيموم توكسيك كونسنتريشن ما بدنا نوصل له، فبنعطي شوي دوز بحيث انه نضل دائما فوق الام اي سي. هذا هو الفرق، عرفتوا؟ هذا الفرق بين كونسنتريشن ديبندنت وتايم ديبندنت. الميكست بقى هي اي سي اوفر ام اي سي، هلا هي بنجي لها بعد شوي لما نحكي عن فانكومايسين. رح نبلش هلا بالانتيبيوتكس هدول. هون في عنا بنسلينز، عنا سيفالوسبورينز، عنا مونوباكتامز، كاربابانامز، جلايكوبيبتايز وفوسفومايس. نحن نحكي عنهم. تذكروا مزبوط، برافو مريم. To keep it in the therapeutic window. Excellent. Between شو؟ شو هي therapeutic window يا مريم؟ Between the minimum inhibitory concentration and between the minimum toxic concentration. أيوة، هيدي من هون لهون هي اسمها الثيرابيوتيك ويندو، صح؟ هلا هذا مفهوم لحاله، يعني في شيء اسمه ثيرابيوتيك ويندو، ثيرابيوتيك اندكس وهيك، بس هذا بيوند ذا سكوب اوف ذا اوف ذا ليكتشر. هلا هلا عم نفكس، عم نركز اكثر على الانتيبيوتكس، بس هذا كثير مهم انه يكون معنا ببالنا دائما. شكرا مريم. طيب اذا هدول كل الانتيبيوتكس هم شو؟ هم لهم علاقه بالسيل وول، بيشتغلوا على السيل وول. طيب لما بنحكي على الكلاسيفيكيشن البنسلين، في عندنا شيء اسمه جاست بنسلين، مثل بنسلين جي، هدول بيشتغلوا على الجرام بوزيتيف. طبعا هلا يعني رح تلاحظوا انه عم اقول شويه مصطلحات لنتعود عليهم. لما اقول بغطوا means they cover، تعرفوا جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف كفرج. لما بقول بيشتغلوا نفس الشيء قصدي انه they cover وهيك. So they cover gram positive, gram negative. ومينلي بالجرام نيجاتيف نايزيريا هي اللي بتعمل مثلا جونوريا، مننجايتس، موركزيلا، هيموفيلس، هدول بيعملوا
هدول بيعملوا نمونيا مثلا respiratory infection non-betalactamase producing anaerobic so بغطوا شوية anaerobic gram positive gram negative وتذكروا دايما الجرام نيجاتيف عادة بيجوا معظمهم باسيلاي خيوط بينما اللي بيجوا كرات جرام نيجاتيف قلال وهم هدول الـ 3 exceptions تذكروهم تماما ودايما اوكي في عنا الكلاس الثاني هم انتي ستافيلوكوكس بنسلين مثل النفسلين هدول they are resistant to beta-lactamase beta-lactamase هم group of enzymes بيعملوا inactivation للانتيبيوتيك تتذكروا لما حكينا types of acquired resistance إن inactivation هاي منه تمام الانتي ستافيلوكوكس بنسلين مثال مثل ما قلنا نفسلين they are active against staphylococcus وstreptococcus gram positive بس عنده الجرام نيجاتيف شوي بس مينلي بنستعمله للجرام بوزيتيف في عنا كمان اكستندد سبيكتروم بنسلين اللي هنا اللي هم مثلا امينو بنسلين انتي سودومونال بنسلين هدول عندهم سيم اكتيفيتي اس بنسلين بلس اكتيف اجينست جرام نيجاتيف رودز اوكي يعني هول طبعا هول شو هم الاكزامبل عليهم هدول الاكزامبل عليهم امبيسلين اموكسيسيلين هدول كلهم يعني هم عندهم جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف بس مش بس جرام نيجاتيف كوكساي صار عندهم جرام نيجاتيف رودز اللي هم الباسيلاي اللي هم قلت لكم الخيوط صاروا بيغطوا كمان جرام نيجاتيف اوكي كمان في عندنا شيء اسمه بيتا لاكتاميز انهبيترز مش البيتا لاكتاميز نحن هم انزيم ذي ان اكتيفيت الانتيبيوتيك سبيشالي البيتا لاكتام هون بحالتنا ايه بدنا شيء تو انهبت ذم سو اخترعوا شيء انهبت هدول يعني بيقولوا مش عم تتزكى علينا البكتيريا وطلعت لنا ريزيستنس ان احنا بدنا نطلع على شيء بيمنعها يمنع شيء يعني تو ان اكتيفيت هيدا الشيء سو شو بنعمل وي كومباين فور اكزامبل وي كومباين هل بنسلين مع هدول سو فور اكزامبل بنعطي امبسلين مع سولبكتام شايفينه اموكسيسيلين مع كلافيولونيك اسيد هذا كلكم بتعرفوا اللي هو الاوغمنتين بيبيراسيلين مع تازوبكتام مثلا تمام هذا الشيء مهم ف الكومبينيشن موجوده هي والهدف منها اكشلي انه تو اكستند الاكتيفيتي تبع هول البنسلين تو انكلود to include the beta-lactamase producing strains of staph aureus as well as some beta-lactamase producing gram-negative bacteria. Okay? فهي الفايدة لما نحن بنعطي هدول البيتا-لاكتاميز inhibitor. بصير في عنا extension للactivity. طيب. وهون اكزامبل على هذا الشيء شايفين كيف. So هون الconcentration تبع البكتيريا وهون الاور. ايه سو اذا ما اعطينا دراج شوفوا كيف عم تعلى اذا اعطينا بس كلافيلونيك اسيد على فكره هدول كلهم بيتا-لاكتاميز انهبيتر ذي ار نوت انتيبيوتيك يعني ذي دو نوت كيل بشكل افكتيف مثل الانتيبيوتيك بينما شوفوا مثلا الاموكسيسيلين اسيد الاموكسيسيلين ايه شايفين كيف نزل البكتيريا لانه عم يقتلها بكتيريا سايدر بينما لما اعطيناهم مع بعض شوفوا كيف بطل فيه لانه صار في عنا هل اذا بدكم سينرجستيك افكت سينرجستيك افكت هون في عنا سؤال من محمود مظبوط محمود انت عم تسال على جرام نيجاتيف ايه نحن ممكن نستعمل بس مش كلهم انت قصدك البنسلين مش كلهم بيشتغلوا على الجرام نيجاتيف وكل انواع الجرام نيجاتيف ايه لا هم شا... انت اللي عم تقوله انه هم شغلتهم على الجدار صح بس حتى الجرام نيجاتيف عندهم بس شو الفرق انه كسل وول وحتى هم عندهم بالميكانيزم اوف اكشن عندهم ببتيتو جلايكان الجرام نيجاتيف تمام بس هم عندهم دبل
لاير يعني عندهم كمان سيل ميمبرين از ويل جرام نيجاتيف زياده عن الجرام نيجاتيف الجرام بوزيتيف. فهذا الشيء اللي بيخليهم انه في سم انتيبيوتيك ما بيقدروا يشتغلوا على الجرام نيجاتيف مثل الفانكومايسن ما بيقدروا يفوتوا عليه بسبب هالشيء الاكسترا الزياده اللي عندهم. تمام، هذا هو المقصود. جاوبتك محمود؟ اوكي. طيب نحن لما نحكي على البنسلين ميكانيزم مثل ما قلت لكم، اذا هم بيشتغلوا على السيل وول سينثيسيس على ستيب معينه اللي هي بتعمل ترانسبيبتيديشن. اجين ما رح افتكم كثير بالديتيلز يعني لانه ما حد يتذكروها صراحه، بس بتعرفوا انه اشتغل على السيل وول، عرفوا انه هي باكتريسايدل. هذا الشيء اللي بهمكم بالكلينيكال براكتس تو بي اونست يعني. اوكي وكثير مهمه لانه تشتغل على السيل وول شيء طبيعي انه تشتغل اونلي لما بكون البكتيريا ار اكتيفلي جروينج، صح، وعم تشتغل على السيل وول. بس البكتيريا بالدورمنت فيس مثلا ما لح تشتغل عليها البنسلين. اكزامبل على البيتالكتاميسز كثير مهم تعرفوا في عنا اي اس بي ال رح تسمعون كثير اكستند سبيكتروم بيتالكتاميز، هدول كثير ادفانس وهدول كل شيء بنسلين كل شيء سيفالوسبورا رح نشوفهم هلا بعد شوي يعني ريزيستنت لهم يعني بكسروا كل شيء بنسلين وكل شيء سيفالوسبورا. الحل الوحيد للاي اس بي ال هو كربابينمس رح نحكي عنه كمان. مثاله بيتالكتاميسز اوكي هون نحن بالميتالوبيتالكتاميسز ماشي and كربابينميسز هذول type من البيتالكتاميز as well and they hydrolyze الكربابينمز. okay so they hydrolyze الكربابينمز حتى الكربابينم اللي هم نعتبرهم last line هذول كتير كتير قوية البيتالكتاميز اسمه ميتالوبيتالكتاميز وكربابينميز they do hydrolyze الكربابينم as well. وهذول الحل لهم في new antibiotics that are being developed as well. طيب بالنسبة للبنسلين نحن ما نعطيهم orally depending on the gastric acid stability. okay depending on the gastric acid stability ممكن نحن نعطيهم orally. مين اللي هم stable؟ دايكلوكسيسيلين، امبيسيلين، اموكسيسيلين. تذكروا تماما انتم كاطباء بكره لما توصفوا للمرضى قولوا لهم ياخذوا هدول الادويه بعيدين عن الميل 1 to 2 hours قبل او بعد اكسبت الاموكسيسيلين. اموكسيسيلين ما في مشكله ممكن ياخذوه مع الميل قبل الميل بيفور الميل مباشره، بس دايكلوكسيسيلين ولا امبيسيلين لا. ليش؟ طبعا لانه بصير في يعني ان اكتيفيشن لا لهم بصير بيرتبطوا بالبروتين ببروتينات بالمعده من جهه، ومن جهه ثانيه الاسيد بكسرهم لهدول فمنهم كثير ستيبل يعني لما بكون في اكل قبل او بعد. فمشان هيك بناخذهم ساعه قبل او ساعه بعد او ساعتين قبل ساعتين بعد. الاموكسيسيلين ما بتفرق. اوكي البنسلين جي عادة بنعطي اي في ما بنعطي اي ام لانه بيعمل اريتيشن وهيك ات لارج دوزز. ديستريبيوشن بيروحوا على الاي بروستيت سي ان اس سبيشلي لما بيكون في المننجايتس يعني انفليمد. سو السي ان اس تذكروا دائما في عندنا البي بي بي بلاد برين بارير هذا كثير صعب يفوتوا اي كومباوند، وهذا الشيء من رحمه ربنا فينا بيحملنا الدماغ. ولكن لما يكون في عندنا مننجايتس بيكون هذا البلاد برين بارير انفليمد وبصير هيك فولنربل يعني بصير فراجايل بفوت كومباوند بشكل اسهل وقتها بفوت هدول انتيبيوتيك. عاده تذكروا تماما انه البنسلين بدهم رينال دوز ادجستمنت اكسبت هول يعني هول they do not require renal dose adjustment. ممكن السبب يكون هون لأنه they are excreted less renally and more hepatically أو مثلا بالbiliary system مثل in the case of نفسلين. renal dose adjustment is always important. تمام، لما يكون عنا patient عنده renal failure
او عنده acute kidney injury او something إيه؟ لازم نعمل له renal dose adjustment when needed. اوكي طيب لما نحكي هلا نحن عن الفارماكوديناميك بعتقد هلا ما عاد في داعي هون صرتوا بتعرفوها كلكم البنسلين بيتا لاكتامز ديسبلاي تايم ديبندنت باكتيريسايدال افورتس افكت صح وصرنا نعرف شو يعني تايم ديبندنت قلنا ما بيهمنا الدراج كونسنتريشن اكسيد الام اي سي شو اللي بيهمنا التايم تو بي ابوف الام اي سي اوكي هذا الشيء اللي حكيناه وهي بس حطيت لكم هون نمبرز مثلا السيفالوس لانه هي دي التايم ديبندنت تعتمد على البنسلين على السيفالوسبورين على الكاربابينم از ويل اوكي سو بدنا 60 ل 70% تكون ابوف الام اي سي بدنا 50% تكون ابوف الام اي سي بالسيفالوسبورين بالسيفالوسبورين سوري بالبنسلين 50% وبالكاربابينم بكفي بس 40% من الوقت تكون above LMIC لنوصل لشو للماكسيموم بكتيريسايدال اكتيفيتي عرفتوا شو يعني FT over MIC يعني الفري تايم above LMIC لما بكون المولكيول فلي فري بالبلد يعني let's say for example كان الـ كان هالكومباوند اللي عم نعطيه ل 12 ساعة بالبلد مثلا بكفينا اوكي بكفينا 60% من هال 12 ساعة مثلا خلينا نقول 60% عم بعطي اي رقم فور اكزامبل 7 ساعات مثلا اوكي 7 ساعات بكفي يكون ابوف الام اي سي لحتى نقول ممتاز هالسيفالوسبورين وممتاز هالدوزنج ريجيمن اللي احنا عطيناه بنسلين 6 ساعات بكفي اذا كان مثلا 12 ساعة هو بالبلد ايه عرفتوا كيف هذا هو المقصود بهيدي البارامتر ومثل ما قلنا frequent small doses frequent مثل ما قلنا بهمنا كتير تكون وانتو قلتوا لي قبل شوي multiple small doses continuous infusion كمان continuous هيك بنضمن انه عم بيضل دايما عم بيفوت على البلد دايما above the MIC prolonged infusion كمان can be correlated with positive outcomes خليني اخبركم شغلة جديدة انه كمان لقوا actually انه ببعض الحالات مثلا بيكونوا critically ill patients لما نعطيهم prolonged or continuous infusion they improve mortality they improve survival and they decrease mortality تخيلوا يعني بصيروا في ناس بيعيشوا اكثر بالاي سي يو بالعنايه المركزه لما نعطيهم البنسلين continuous or prolonged infusion لانه عم نخلي لهم ال time of MIC the maximum. لما نحكي على clinical uses, okay. لما نحكي على clinical uses لا ال penicillin هون حاطط لكم أنا مثلاً IM injection of benzathine penicillin, okay. بنعطي لما يكون في عنا فارنجايتس مثلا التهاب الستريب ثروت بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكسل طبعا لاحظوا انه كيف عم نعطيه بفترات متباعده ليش؟ لانه هذا مثلا بالفارنجايتس نعطيه وان تايم تو بريفنت ري انفكشن نعطيه افري 3 تو 4 ويكس في عنا ريكيرنس لانه هذا فيري لونج اكتنج بيجي اويلي انجكشن ابره زيتيه سو بصير نعطيه مره بالشهر وخلص بيروح يعني بيضل sustained release هذا اللي هاي وبنعطيه للسيفلس مرض بالعربي بنسميه مرض الزهري من الامراض التناسليه السكشوال ترانسميتد ديزيزز دايكلوكسيسيلين بنعطيه ل مايل تو مودريت ستافيلوكوكس هذا بنعطيه اذا في عندنا سكن انفكشن وهيك كمان في عندنا الاوكسيسيلين والنفسيلين كمان هذول بنعطيهم ل سيريس staphylococcus infections such as endocarditis وعلى فكره بالاندوكارديتس هدول الدراج اوف تشويس اوكسيسيلين ونفسيلين
لما نكون السبب تبع الاندوكارديتس هو الستافيلوكوكس. اوكي اموكسيسيلين تعرفوا بنعطيه بالريسبيراتوري انفكشن اوتايتس سينوزايتس كمان التهاب الجيوب التهاب الاذن الوسطى وهيك وكمان امبيسيلين بنعطيه بالشيجلوسيس از ذا دراج اوف تشويس الشيجلوسيس هي من الشيجلا من هاي البكتيريا بتجي بتتسمم الامعاء بالغذاء يتسمم كمان دراج اوف تشويس بالانتروكوكسس هذا جرام بوزيتيف هي شو امبيسيلين انتروكوكسس تذكروها والاستيريا كمان هي كثير بتعمل مننجايتس كمان دراج اوف تشويس از امبيسيلين وبيبريسيلين كمان هيدا كثير مهم للكليبسيلا نومونيا سودوموناس ارجينوزا especially لما بنعطيه مع تازوباكتام اللي هو كان بتلاكتاميز انهبيتر سو كمان سو اولسو بيكون effective هون اوكي للسودوموناس هذا الكلاس الوحيد اللي بيكون افكتيف للسودوموناس والكليبسيلا كابيبيريسيلا اوكي الكل اللي قبل they don't work on these لانه هدول they are highly resistant organism اخر شيء قبل ما نوقف اليوم رح نحكي عن الادفيرس دراج رياكشن اوكي سو الادفيرس دراج رياكشن للبنسلين ذكروا تماما حتتذكروا حكينا عن الالرجي مين فيكم رح يذكرنا بالتايب 1 والتايب 2 الالرجي يلا لنشوف لما حكينا عن البنسلين الالرجي قلنا في تايب 1 وفي نون تايب 1 اختصرناهم في قلنا 2 و 3 و 4 بس اختصرناهم بتايب 2 مين بذكرنا شو يعني تايب 1 وشو بنستعملها اذا كانت ترو الالرجي وشو تايب 2 هيك بيرفكت نور تايب 1 يعني في عنا صدمه في عنا انافيلاكسيس وبتكون ايميديت بيرفكت 100% صح Type 1 shock. Yes, anaphylactic shock. Yes. يعني ممكن توصل لشوك. هلأ مرات ما بتوصل كتير لشوك. ممكن نلحق البيشنت قبل ما يوصل. بنوقف الانفيوجن كذا. And we can بيكون بس عمل facial swelling, angioedema, difficulty breathing, swallowing وكذا. طيب بيرفكت برافو عليكم هاي تايب 1 وبتايب 1 ما بنعطي ابدا بنسلين ما بنعطي ابدا سيفالوسبورين نيفر ايفر تمام ايه تايب 2 مزبوط تايب 2 بتكون راشز صح بتكون وبتكون ديليد منا ايميديت تايب 2 بتكون ديليد ومنا ايميديت طيب وتايب 2 فينا نعطي ممكن نعطي اكشلي سيفالوسبورين ممكن نعطي سيفالوسبورين بالتايب 2 اوكي 100% نستخدم سيفالوسبورين اكسلنت طيب برافو عليكم فاذا لما بكون في عنا كثير مهم مثل ما حكينا لاست تايم لما امبيشنت بيقول لنا انا الرجيك نتاكد انه فعلا هي الرجي لانه اصلا الالرجيك بيشنت بشكل 10% من البيشنت بوبوليشن ومن هال 10% يعني اللي ترو الرجي منه بس جي اي انتوليرنس او صار معه اسهال او نوزيا فوميتنج او هيك اللي فعلا ترو الرجي يعني كانت تايب 1 والله وعمل سيفير فيشل سويلينج هايبوتنشن انافيلاكسيس شوك كذا هدول هم اللي لازم فعلا يكونوا ليبلد از ترو الرجي هدول وي اكسكلود اول طبعا بنسلين اول سيفالوسبورين وهيك So, هون ممكن نعطي substitute drug. Okay. هلا تخيلوا معي sometimes في عنا شيء اسمه desensitization. بكون في عنا شيء اسمه desensitization. شو يعني desensitization؟ لح تقولوا لي هل معقولة patient يكون allergic على penicillin عمل مرة allergic reaction severe وكان لح يروح فيها كان لح يموت
وهايبوتنشن وشوك كذا ونرجع نعطيه. بقلكن ايه sometimes بنعملها امتى؟ لما بكون في عنا infection مثل endocarditis او neurosyphilis بس بيكون ما عنا option يعني لسه ما اخترعوا دواء active against the syphilis for example especially اذا واصل على CNS okay. ما في syphilis penicillin G ما في غيره ما في غيره okay. So ما عنا other option مش متوافر كذا بالبلد penicillin G شو بنعمل؟ نعمل شيء اسمه desensitization. شو بنعمل؟ بنصير بنجيب البيشنت طبعا لازم يكون بالمستشفى اوكي تحت مراقبه طبيه بنجيب البيشنت وبنصير بنعطيه small frequent doses مثلا خليني اقول الدوز اللي لازم نعطيها هي 1000 ملي جرام عم بعطي مثال ماشي اوكي بنصير بنعطيه 100 ملي جرام ننطر ساعتين اربع ساعات كيف تفاعل معها ما صار شيء طيب بعد أربع ست ساعات بنعطيه 200 ميلي جرام كمان ننتظر نشوف شو صار تاني يوم ما صار شيء نرجع نعطيه 400 ميلي جرام مثلا هيك بنطلع فيهم يوم يومين ثلاثة لبين ما نتأكد انه عم نطلع شوي شوي ما صار شيء ونرجع بنوصل للتارجت دوز وبنكفي هي ديسنسيتايزيشن عرفتوا كيف؟ امتى بنعملها؟ نعملها بس لما يكون في عنا مضطرين نعملها لما ما بيكون في عنا بديل ماشي لما بيكون في عنا in patients with renal failure penicillin in high doses okay can cause seizures فمشان هيك قلت لكم penicillin in general كلهم بدهم renal dose adjustment تمام ممكن تكون بنورمال دوز ولكن بحالة الرينال فيلير النورمال دوز بتصير هاي دوز لانه it will accumulate لحتى تتراكم فشو بنعمل بهالحاله اللي بنعمله انه بنقلل الدوز اوكي ومثل ما قلت لكم في اكسبشن في بيش في بنسلين they are not excreted via renal routes هدول ما بدهم adjustment فخلوا هذا الشيء ببالكم لما ما بنعمل adjustment بصير في عنا سيجر النفس اللي هذا اللي قلت لكم اياه ممكن يعمل interstitial nephritis acute kidney injury يعني إيه ممكن يعمل neutropenia بيقلل white blood cell neutrophils okay neutropenia بيقلل neutrophils وهيك ممكن يعمل hepatitis الoxacillin ممكن يعمل hepatitis okay تذكروا تماما انه الoxacillin كمان يعني من الاكسكريشن منه رينال hepatic way الاورال بنسلين عادة تذكر لما حكينا امبسلين اموكسيسلين كذا هدول بيعملوا جي اي ابسيت especially نوزيا vomiting دياريا كذا اوكي سو هدول من الموست فريكوينت ادفيرس ريأكشنز اللي بنشوفهم موجودين اوكي اخر شيء قبل ما ننتقل على يعني لحننهي اليوم المحاضره بس مدخل للسيفالوسبورين فور نيكست تايم سيفالوسبورين هم بيشبهوا البنسلين بس في فروقات بيناتهم شوي اول شيء سيفالوسبورين هن مور ستيبل تو ماني بكتيريال بيتالكتاميسس اند ذيرفور ذي هاف ا برودر سبيكتروم اوف اكتيفيتي تمام يعني البيتالكتاميز اللي بتكون بتكسر سم بنسلينز السيفالوسبورينز بيكونوا مشكلهم اكيد سم اوف ذم ادفانس جينيريشن بيكونوا ريزيستنت لهدول البيتالكتاميز وبالتالي بيكونوا مور ستيبل سيفالوسبورينز دي ار نوت اكتيف اجينست الستيريا نحن هلا قلنا الستيريا الايجنت اوف تشويس تاعها هو الامبسلين دي ار نوت اكتيف ات اول اجينست الستيريا اول سيفالوسبورين خلوها قاعده عندكم they miss انتروكوكساي سو ما بيغطوا انتروكوكساي انتروكوكساي is resistant to all cephalosporin except ciftarolin ماشي and both penicillin and cephalosporin are good options in a pregnancy وبالbreast feeding penicillins are preferred هلا في محاضره لحالها بتنعمل عن الانتيبيوتكس ان بريجننسي بس خلي ببالكم انه البيتا لاكتام ان جنرال they are safe in pregnancy اوكي بس هلا for the sake of this lecture penicillin and cephalosporin they are safe اوكي and they are good option نعم نستعمله وبس
هيك رح اوقف اليوم بما انه وصلنا ساعة ونص ساعة ونص وشوي. يعني بلشنا بأول كلاس دسم شوي وكملنا الشيء من المرة الماضية وعملنا انتراكشن وحللنا الكويشن سوا. يعطيكم العافية وإن شاء الله هيك ما كنت أنا عليكم اليوم. أجين مثل ما قلنا بكرة إن شاء الله رح أبعث لكم عن طريق الأخوة المنظمين إن شاء الله السلايدز مع الكويشنز سيلف أسسمنت كويشنز. ونكست تايم نجتمع بنحلهم سوا مثل ما عملنا اليوم. هلا كانوا عم بيقولوا لي الاخوه انه نحن ان شاء الله لح مشان العيد وهيك ما لح نعملها يوم السبت مثل ما كنا هاي لح نعملها يوم الاثنين بكون خلصنا يعني تقريبا ثلاث ايام العيد. رابع عيد ان شاء الله بنعمل محاضرتنا للاخير. اوكي وان شاء الله يعني يوم عرفة مبارك عليكم جميعا. ما تنسونا من الدعاء بكرة وكل عام وانتم بخير وعيد الأضحى المبارك وان شاء الله يعيدوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة وهيك الفرج القريب على كل أمتنا يا رب. يعطيكم العافية وان شاء الله كل التوفيق. ومثل ما بقولكم دايما دايما يعني أنا دايما موجود ووصل لي أسئلة يعني من بعض منكم بعد المحاضرة الماضية. فأي حدا بده أكيد تواصلوا مع الأخوة هم بوصلوا لي وإن شاء الله أنا معكم دائما. في سؤال إجا من نور. أوكي دكتور, is a patient with endocarditis and renal failure عادي نستخدم desensitization ب small doses؟ أوكي على حسب شو هي الاندوكارديتس. تمام, إذا كانت الاندوكارديتس السبب تبعها هو انتروكوكس ما عندنا other option, ما عندنا other option. عرفتي هون وقتها بنستعمل desensitization للبنسلنز وفور سبيسيفيك يعني بنسلنز ويس وقتها في فينا نستعملهم ومثل امبيسلين او سمثينج وبنوصفها ان شاء الله. اما لو كانت المايكرو اورجانيزم تبع الاندوكارديتس تاف مثلا او سمثينج ما في داعي نعمل ديسن لانه في اذر اوبشنز. شكرا جزيلا دكتور احمد, جزاك الله خير على المحاضره الطيبه هذه. بس في سؤال اخير عشان نختم, كان يقول موضوع حساب الجرعات هل في وقت يتطرق له ولا ما بيكون وقت كافي؟ والله هو بعتقد بالمحاضره الثالثه يعني ما حيكون في وقت كافي لحساب الجرعات, بس ما عندي مشكله ممكن اعمل معكم محاضره روعه يعني اخصصها بس للجرعات خصوصي مثلا بالبيدياتريك يعني بالاطفال لأن الحساب منه سهل خصوصي مثلا ب انتيبيوتكس مثلا مثل الفانكومايسين. بكره حنشوف انه هو اتس ويت بيست على حسب وزن المريض. الامينو جلايكوزايد كمان هو ويت بيست مثلا فكلهم هدول يعني بدهم هاي. فما عندي مشكله ممكن نعمل محاضره رابعه اذا ما كفى الوقت ونخليها تمارين لحساب الجرعات باذن الله. طبعا دكتور يعني ما شاء الله الفيدباك اللي جينا على المحاضرات حاجة مش طبيعية, الكل يمدح والكل معجب متسوق, ولولا مشكلة الانترنت عندنا في اليمن ولا بتلاقي كان حضور أكبر من كذا بكثير. فمتشكر لك من القلب دكتور أحمد. الله يسلمكم الله يسلمكم. لا هو لو واجبنا الله يعني يبارك فيكم يا رب. الحمد لله الحمد لله هذا بيسعدني. الله يسعدك الله ينفع بعلمك يا رب. ويعني أبغى أقول لك كل عام وأنتم بخير مقدما وتقبل الله منا ومنكم, كل عام وأنتم بخير جميعا. آمين آمين. مرة أخرى متشكر لك دكتور أحمد على المحاضرة هذه. آمين. وعودنا لك إن شاء الله في يوم الاثنين زي ما تم الترتيب. يوم الاثنين إن شاء الله. شكرا لكم يعطيكم العافية. سلامات مع السلامة. تصبحون على خير مع السلامة.